إحدى أهم اللاعبات الناجحات بتحقيقها العديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية في كرة القدم المصرية هي إسراء عوض. بدأ انجذاب إسراء عوض لكرة القدم في سن صغيرة أثناء إقامتها في الكويت، وانضمت لفريق الأولاد وهي في 12 من عمرها، حيث لم يكن هناك فريق للبنات في هذا السن، ولكن كانت قائدة لفريق البنات الأكبر سنا، فريق 14 سنة. عندما عادت إلى مصر انضمت لنادي فاكسيرا ومنه إلى نادي الداخلية لمدة 5 سنوات، وحصلت على لقب أفضل لاعبة في الدوري ومنه إلى صفوف وادي دجلة. وعلى مدار 9 سنوات عقب انضمامها للفريق الدجلوي توجت فيها بالعديد من البطولات، واحتكرت مع زميلاتها لقب الدوري الممتاز لسنوات طوال. وعلى المستوى الدولي بدأت إسراء عوض مشوارها ضمن صفوف منتخب مصر لكرة القدم النسائية عام 2007، ونالت معه وصافة بطولة شمال إفريقيا في 2009 ووصافة بطولة العرب في البحرين عام 2010، والإنجاز الكبير بالوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 18 سنة عام 2016. مشوار إسراء لم يقتصر على المنافسات الرسمية، بل امتد لما هو أبعد من ذلك، فبعد مشاركتها في دورتين وديتين لمنظمة دولية تهدف لتمكين المرأة من خلال الرياضة، الأولى في برلين والثانية في لبنان، تم استدعاؤها في الاحتفال بمرور 5 سنوات على تلك المنظمة مع أكثر اللاعبات المؤثرات في اللعبة، وحينها انضمت لفريق مليء بالجنسيات المختلفة، وهو ما أفادها في تبادل الخبرات والثقافات. وتكرر الأمر في الاحتفال بمرور 10 سنوات على المنظمة، وتم تكريمها مع اللاعبات الأكثر تأثيرا بمقابلة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية. إسراء لاعبة كرة قدم لها رؤية مختلفة وأهداف تأمل في تحقيقها بتطوير الكرة النسائية، خاصة وأن المرأة الرياضية في العالم لها تأثير ودور اجتماعي وإنساني وريادي في المجتمع. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية، لسه بنستعرض معاكم نماذج مضيئة ومشرفة للفتاة وللمرأة المصرية. والحقيقة احنا كمان لاحظنا في الفترة الأخيرة أن بقى فيه تواجد قوي للفتيات المصريات في ملاعب وفي عالم كرة القدم. احنا معانا في الفقرة دي نموذج للاعبة كرة قدم ناجحة ابتدت مشوارها في الكويت ثم جاءت إلى مصر، وهنعرف بقى منها طبعا تفاصيل أول حاجة جذبتها في هذا العالم اللي إلى حد كبير بيكون يعني بعيد شوية عن اختيار الفتيات صغيرات السن. صباح الفل عليكي، سعداء بوجودك معانا. أنا أسعد وطبعا بشكركم إن كنتم مهتمين، وقبل أي حاجة هو شرف ليا طبعا أنا أطلع على قناة النادي الأهلي، أنا أهلاوية جدا يعني. أنتي منورانا إسراء عوض لاعبة كرة القدم بالنادي الأهلي، أهلا بيك. أهلا بيك. صباح الخير يا إسراء، وكل سنة وأنتي طيبة. أنتي طيبة. وعايزة أبدأ معاكي بفكرة هنا، ومش هنقعد نقول بقى رياضة مش فاميليير للست والمجتمع بيبص لها إزاي. خلينا نتكلم، أنتي أصلا بداية عرفتي إزاي إنك بتحبي كرة القدم؟ هو أنا الموضوع بالنسبة لي كان صدفة. أنا كنت في الكويت وبابا وماما الله يرحمها كانوا شغالين، فكان لازم يودوني حضانة، فأنا كنت كل ما بروح الحضانة ما بعملش أي حاجة غير إن أنا أقعد أباصي الكورة وأشوطها مع حد من الولاد وخلاص، بلعبش أي حاجة تانية. فأول ذكرى ليا حتى في الكورة إن الكورة خبطت في وشي، فمناخيري كبت جدا. طبعا كل المدرسين يتلموا حواليا بقى وبيغسلوا لي وشي وقلقانين، انا ما فيش اي عياط ما فيش اي حاجه، كل تفكيري بس عايزاهم يخلصوا عشان ارجع العب. فده كان عندي 4 سنين. كنت كل ما بروح مع بابا مثلا محل العاب يقول لي طب اختاري اللي انت عايزاه، ما بختارش بقى لا باربي ولا شنكار ولا تيدي بير ولا اي حاجه، اروح اقول له هات الكوره ديت. فالموضوع من وانا صغيره يعني، وبشكل لا ارادي يعني، مش مثلا لان دي كانت الحاجه الوحيده المتاحه قصادك، لا انت اخترتي ده او لقيت ان في جواكي شغف تجاهه من غير حاجه. وبابا لاحظ دوت فيا، فهو بقى بينزل معايا كتير مثلا يعلمني حاجات في الكوره، بلعب وش رجلي الخارجي كتير، هو اللي معلمه لي وش الرجل الخارجي. ما لقيش عليكي في الاول لما لاحظ ان انت مهتمه بشكل مفرط يعني او زياده بكره القدم، ما قالكيش مثلا لا دي ممكن يبقى فيها اصابات، مش مناسبه قوي البنوته والنوع ده من الكلام؟ خالص بالعكس، هو كان مشجعني جدا يعني. حتى لما كنا مثلا ننقل من منطقه لمنطقه في الكويت كان هو بيروح يشوف المنطقه الاول ويقول لهم انا بنتي بتلعب كوره، واول حاجه لازم اعملها لما بروح اي منطقه جديده لازم يخليني العب ماتش معاه، دي اول حاجه، ويقف يتفرج عليا. وبعد كده ممكن بقى يقول لي بعد كده خلاص لو عايزه تلعبي معاهم تاني العبي، مش عايزه تلعبي ما تلعبيش. بس هو تسجيل موقف يعني. اه بالظبط، لما نروح مثلا نخرج مع عائلات او حاجه ورجاله بيلعبوا كوره يقول لي تعالي العبي معانا،
يعني هو من زمان كده، وبرغم ان انا اخويا اكبر مني ملوش في الكوره خالص. هي ملهاش بقى خلاص دعوة يعني رجل وامرأة، هي فعلا بتبقى طبيعة يعني البني آدم موهبته ايه. كان احنا شايفين لقطات اهو. انا عايزة اروح معاكي الحاجة بقى، يعني اولا اديكي نبذة سريعة لو تسمحي لي، يعني معلش ثواني. انا كنت بلعب كرة قدم، تخيل بقى يا كريم. والله انا عندي 14 سنة، كنت في نادي الطيران، كانت وقتها دكتور سحر الهواري هي اللي ماسكة الفريق، ولعبت فترة لاني انا كنت زيك بالظبط وانا صغيرة برضو بحب العب كرة قدم جدا، ويقال ان انا وقتها كنت شاطرة جدا، معرفش دلوقتي، بس عشان كده انا حاسة جدا يعني بالباشن او بالشغف اللي عندك. ابتديتي بقى اول حاجة في الكويت في فريق هناك، وبعدين جيتي بقى كده الوادي دجلة ولا فين؟ انا الاول انا كنت هناك في الكويت ما كانش في نوادي للبنات، فكنت بلعب في المدرسة بتاعتي، كان في سني وانا عندي 12 سنة ما كانش فيه فريق بنات، كان المرحلة ديت مرحلة يعتبر انه سن صغير شوية، فكنت كابتن الفريق بتاع البنات اللي اكبر مني 14 تحت 14 تحت 16، وكابتن فريق الولاد 12 سنة. يعني كانت معمولة تراي اوتس للمدرسة كلها، واللي عايز يشترك يشترك، فالحمد لله دخلت ونجحت في تراي اوتس، والمدرب ساعتها اختار ان انا اكون الكابتن، فدي كانت اول حاجه بالنسبه لي طبعا، وكانت اول مره احس انه الولاد ممكن يتضايقوا شويه من حته البنت بتلعب كوره. يعني كانوا متضايقوا فعلا؟ يعني كنت بتحسي في الاول؟ كانوا متضايقين في الاول، كانوا متضايقين ومش متقبلين وجود انه انا بنت معاهم وكابتن فرقه. الموضوع كان كمان صعب في الاول، بس بعد كده لما بدا يبقى فيه انسجام وبقينا نلعب ويحسوا ان انا وجودي في الملعب فارق معاهم كده، فالوضع اتغير خالص. انا فاكره في موقف كنت بلعب ضد فرقه تانية وكابتن الفرقه، فلازم بشيك هاندز مع الكابتن التاني، فهو الولد ما رضيش ان هو يمد ايده. ده ايه ده الثقافه دي؟ ده جاي منين كان؟ هو يعني المدارس دي بتبقى دوليه، يعني بيبقى في من اماكن غريبة كتير. ساعتها الفرقه بتاعتي انا قعدوا يقولوا لي ما تزعليش وما تضايقيش، يعني موقفهم اتغير تماما. فاللي انا اقصد اقوله انه ساعات كتير المواقف بتتغير لما البنت بتكون حاطه في دماغها ان هي انا هثبت ان انا وتفرض نجاحها. بالظبط بالظبط كده. طيب والنقله بقى على مصر؟ النقله على مصر كان عندي 15 سنه، اهلي قرروا ان احنا نرجع مصر، فروحت في نادي المصل واللقاح. انا كنت من وانا صغيره كنت بلعب، باجي في الصيف، انا عارف دكتور سحر من زمان، فكنت باجي في الصيف اتمرن مع الفرقه كده شويه وخلاص. كان ساعتها كان اسمهم جولدي. لما جيت واستقريت هنا كان المدرب بتاعي اسمه كابتن سلطان منصور، هو برضو كان بيتهيألي لاعب في النادي الاهلي، فدوت كان هو اللي كان ماسكني في الفترات اللي انا كنت باجي فيها اجازه. كنت متعلقه بيه جدا، فلما جيت ولقيته راح فرقه تانية رحتي معاه؟ رحت معاه، لان هو دوت الراجل دوت اول حد يعني فرق معايا جدا في الكوره. في المصل والقاح قعدنا 3 سنين، وبعد كده رحت نادي الداخليه 5 سنين، وبعد كده بقى انتقلت لنادي وادي دجله، ودي كانت نقله تانية يعني في حياتي الكرويه تماما. انا بلعب منتخب من وانا في الداخليه، بس نادي الداخليه هو كنا بننافس على قد ما نقدر، بس ما كناش برضو الفرقه اللي بتحقق بطوله كل سنه. فطبعا لما رحت وادي دجله الوضع مختلف خالص، يعني وادي دجله زي الاهلي في كره الرجال، على طول في ضغط انك انت لازم تكسب كل الماتشات وتبقى متفوق والكلام ده، فطبعا دي نقله تانية خالص. اكيد. طب والاحتراف، يعني هل فكرتي مره فكره هنا الاحتراف برضو؟ ان اكيد ده كان هيفرق كتير. هو للاسف هو في وقت ما انا ما كنت ينفع ان انا اعمل دوت، او في قمتي يعني في سني الصغير، انا برضو بعتقد الاحتراف دوت لازم في وقت انت صغير، ما تطلعش وانت عندك 27 28 سنه يعني. احنا ما بيتصورلناش اي ماتشات، فانا بالنسبه لي عشان اسوق نفسي دوت حاجه صعبه جدا، غير دلوقتي بقى في عصر السوشيال ميديا عادي جدا ممكن تجيب اي حد يصورك وتبعت هنا وتبعت هنا وتبعت هنا. فهو طب لما لعبتي مع المنتخب برضو مش كانت الناس بتشوفك حاجات زي كده؟ هو انا عندي قصه مع المنتخب يعني مختلفه شويه. انا عشان انا جسمي صغير، فكان كل المدربين اللي بيجوا مش بيقتنعوا ان انا ممكن العب اساسي خالص. طب ليه ما ميسي جسمه صغير؟ في ناس كتير يعني. انا كنت بقول دوت دايما، وبعدين المشكله ان احنا ما بيبقاش عندنا ثبات في التشكيل الفني في المنتخب، يعني كل فتره وليها مدرب وليه فكر وليه توجهات وكل واحد ودماغه يعني. فللاسف انا ما كانش عندي الفرصه ان انا ابدا على طول، بس جيت في سنه 2016 كنا هنلاعب كوتيفوار، وكوتيفوار كان ساعتها احنا بنلعب في تصفيات امم افريقيا، كان اول ماتش مع ليبيا فلعبناه وكسبناه. وبعد كده الماتش التاني مع كوتيفوار، فاللي انا سمعته ساعتها انه كان الاتحاد بيفكر ان هو ينسحب، فلقى انه ماديا هيبقى الخساره اكبر من ان احنا ننسحب عن ان احنا نلعب، فقال لك خلاص نلعب وخلاص.
وكوت ديفوار كان ساعتها ماتش يعني تقيل جدا، كانوا ساعتها هم لسه ما بارهمش كام شعر، كانوا جايين من كاس العالم، فطبعا ماتش تقيل جدا 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 يعني. فلعبنا ساعتها في فندق، حتى ما لعبناش في استاد، ومنعوا اي حد يجي يتفرج علينا، حتى اهلنا ما كانش حد. هو في ايه؟ كانوا متخايفين يعني ان الماتش يوسع يعني، فكانوا خايفين الماتش يوسع. وساعتها كان اول ماتش حتى يعني، هو ما كانش فيه اهتمام لدرجه ان هم كانوا حاطين صوان حوالين الملعب عشان ما حدش حتى يجي يتفرج يشوف، سوري يعني الفضيحه اللي هتحصل ان احنا هنخسر كتير. فالماتش دوت كان معايا كابتن في الجهاز، كان معايا كابتن محمد كمال. كابتن محمد كمال المدرب بتاعي فادي دجله، فهو كان واثق جدا في قدراتي، فهو اصر ان انا العب والعب باك ليفت، وانا ما بلعبش مشوله يعني، انا مشوله اصلا. وبعدين المركز ده ساعات بيبقى محتاج اطول شويه، بس هو عارف الحمد لله، عارف قدراتي. ولعبت الماتش ده، احنا كسبنا الماتش ده 1-0، والحمد لله كنت طالعه من الماتش دوت يعني كله بيشهد لي ان انا كنت احسن حد في يعني احسن لعيبه في المباراه. وومن اوف ذا ماتش. صح كده، وومن اوف ذا ماتش الحمد لله. وساعتها انا لعب عليا واحده بتلعب في برشلونه وواحده ثانيه بتلعب في سويسرا. الله. بعد كده الشوط الثاني نزلوا عليا بنت طولها 190 متر مثلا، 190 سنتي سوري، واو طويله جدا. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب هنا 1-0، ورحنا كوت ديفوار خسرنا 2-1، فمجموع الماتشين خلانا نتأهل، ودي كانت حاجه طبعا اللطيف. وانت بتتكلمي في لقطه كده ابتسمت فيها جدا، وهي بتقول لك ايه يا نهاوند، بتقول لك زمان ايام ما كنت في عزي. يعني انا عايز اقول لك شكلك 14 سنه اساسا، فبتتكلمي زمان ايه اللي بتتكلمي عليه؟ والله هو طبعا الحمد لله انا على طول، طول ما انا ما بلعب انا محافظه على نفسي جدا يعني، بركز، بحاول اركز باكل ايه، بحاول اتمرن زياده في الجيم يعني. في اوقات كنت بنزل الجيم اتمرن ساعتين وبعد كده اروح التمرين بتاع النادي. ولو انا حاسه مثلا ان انا عندي مشاكل في الفتنس، ممكن اجيب مدرب فتنس بره عن النادي ان انا اشتغل معاه. فانا بعتقد انه على طول لازم الواحد يبقى محافظ على نفسه طول ما هو لا بيلعب. وحته الشغف اللي اشارت ليها نهاوند من شويه متحققه كمان في حالتك مليون في جدا الحقيقة. يعني باينه جدا من كلامك. طيب خلينا بقى نروح لمنظومه يعني هنا كره القدم النسائيه عربيا وافريقيا، تمام؟ في الوقت الحالي محتاجة إيه؟ ما ينقصها عشان أرجع أقول أنا دلوقتي، أو أقدر أقول أنا دلوقتي زي الرجال في كرة القدم؟ بص، هو أولاً الموضوع يعني محتاج صبر كبير جداً جداً. لازم حتى الناس اللي بتتفرج، الناس الطبيعية، تفهم إن البنت بتبتدي يعني. أنا حالتي كانت كويسة عشان أنا بدأت وأنا عندي 4 سنين وبلعب بقى يعني، أنا كنت بهدي نفسي بلعب في الشارع مع الولاد، بيفرقش معايا. بس مش ده الكيس بالنسبة لكل البنات. طب فان انا ابدا امارس رياضه وانا عندي 12 و13 و14 سنه، انا كده بدات متاخر. فاوريدي الولد بيبقى سابق بان هو على طول بيلعب كوره، فالمهارات عنده على طول بتزيد. فدي حته المهارات، انه لازم الناس تصبر وتفهم انه البنت مش بتتولد تلعب كوره زي الولد. فدي حاجه. تاني حاجه لازم الناس برضو تفهم، وده برضو من اللعيبه، انه انا دلوقتي لعيب كوره، لا انا لازم اتعايش في حياتي ان انا لعيب كوره، فابدا ابص لاكلي ولشربي والتمريني وللفتنس بتاعي ولنوم بتاعي زي اي رياضه ثانيه الفتاه بتمارسها. بس انا شايفه انه ديت مشكله بقى عامه، هي ملهاش علاقه بالبنت والولد يعني. ممكن تلاقي برضو الولد مش مركز برضو في الحته دي، فدي حاجه عامه. تمام. عامه لازم هتفرق. طبعا لازم ننشر اللعبه نفسها على مستوى من يعني، نبدا بقى من الجراس روتس، اللي هو نبدا من سن 7 و8، عشان دي هتحل مشاكل كتير. وانا من وجهه نظري برضو انه عقليه المجتمع هتتغير شويه في الكره لو بقى في الفرق الجماهيريه عامله النوادي بقى اللي عندها جماهيريه مثلا. لاني انا هقول لحضرتك على حاجه، لو دلوقتي مثلا النادي الاهلي قال انا هعمل مثلا انا هعمل فرقه بنات، الاتنشن كلها حتى بتاع الميديا صح هيبقى على صح على على الناس ديت. وايميديت ليه هتلاقي الناس اللي ممكن تكون بتتريق شويه او كده، هتلاقي انه لا انا بقى هبدا اساند عشان اسم النادي الاهلي بس لوحده. صح. فطبعا صح دي حاجه هتفرق جدا جدا جدا. اتمنى الصراحه انه الناس تبدا تدرسها يعني. طبعا هو النادي الاهلي او النادي الزمالك او اي فرقه جماهيريه لما هيدخل حاجه زي كده لازم هيدخل وهو دارس الموضوع، وطبعا هينقل الموضوع، هيختلف 180 درجه لو الفرق الجماهيريه. طرح ده في النادي، وهنشوف طبعا يعني ما يجي وقتها وتكون الظروف مناسبه، ممكن جدا نلاقي في السنوات القادمه ده يعني فرقه. وطبعا السيدة، النادي الاهلي عنده الامكانيات ان يخلي اي لعبه عنده تنجح.
اي لعبه عنده تنجح ان شاء الله ده يحصل ويحصل عن قريب كمان باذن الله. اسراء انت نورتينا وبنشكرك على وجودك معانا. اهلا بيك اسراء. هاخد رقمك لو تسمحي لي بعد الهوا علشان في رمضان بقى لو هتلعبوا انا عايزه العب معاك. انت تنوريني بجد. الموضوع اتصعد جامد يا اخوانا. الموضوع اتصعد جامد وحلاشات دوره رمضانيه مختلفه. متفقين متفقين. اتفقنا. فاصل سريع ونرجع لسه معانا فقره اخيره مزبوط. وطبعا تاني بنقول عن المراه لان احنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للمراه. يا رب دايما دايما تكون في نجاح وتالق.